بسواحدة قوية لم تنحني أمام سن الستين، يباشر عم محمد كل يوم عمله التطوعي في تنظيف عديد الأحياء بولاية غليزان، فتجده يجمع القمامة تارة ويزيل الأتربة من البلوعة تارة أخرى. كي نجي صباح بكري نتقهوى نجي مباشرة نجيب الشكاير نصلح نلمه في مكان نلمه قبابين ونعمره في المشكر هذاك، وهذوك المشكر نربدهم بعد البرويطه داير فيها واحد انسان مزيه ما عنديش انا، نربدهم ونديهم نقيسهم، يعني ما نقيسهمش في البوبال خاطش عليه هذاك راه تراب في مكان والنفايات هذوك في مكان. تعامله الدائم مع القمامه جعله يكتشف المصدر، خبز واطعمه مختلفه اصبحت ترمى في المزابل والحاويات، سلوكيات لا بد من تغييرها. يعني العوسة قرايه في الطرقان اكثر من اللي الانسان يجوع تدي يدي كامل ويقيس النفايات هذوك يعني في المكان تاعهم. الله سبحانه وتعالى الله يهدي هاد الناس، يعني وزيد بزياده النعمه راهي تنقاس، راهي تنقاس بكثره يا اخي. انا راني نفتش في 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 في, في المزباله حاجاك، راني نصيب النعمه مقيسه، نصيب الطعام، نصيب البركوكس، نصيب الحلوى، نصيب نسكوتش، نصيب الخبز الجديد، يعني جديد هاك، يعني نصيبه جديد مقيوس على الله سبحانه عز وجل يغضب علينا. وهذه النعمه عزيزه على الله تعالى، يعني هذه الناس ربي يهديهم ما يقيسوش النعمه، خافوا ربي يا ناس، هذه النعمه حافظوا عليها كما تحافظوا على نفوسكم، راكم تبكروا عليها، راكم تتعبوا عليها، راكم تعرقوا عليها، ولكني الله يغضب علينا على هذه النعمه لا تنقص. بوسائل بسيطه واراده قويه استطاع مهندس النظافه عم محمد ان يحافظ على نظافه عديد الاحياء من خلال اعماله التطوعيه اليوميه، فتحيه تقدير واحترام لمثل هؤلاء.